وضع تقرير جديد لمجموعة بوستن كونسلتنج مملكة البحرين في الفئة الثانية عالميا في مجال الرفاهية الاجتماعية. وقد أشار التقرير الذي حمل عنوان تحقيق التوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، أشار إلى أن مملكة البحرين حققت تقدما على نظيراتها من الدول الخليجية في عدة مجالات مثل التعليم والتوظيف. وخلص التقرير إلى أن الدول الأكثر ثراء تحظى بمستويات عالية من الرفاهية، مبينا أن مؤشر الرفاهية في البحرين جيد بشكل عام ويتحسن، ومقارنة بالدول التي تمتلك معدلات مماثلة من الرفاهية فقد حلت البحرين في الفئة الثانية الخاصة بالدول التي شهدت تحسنا ملحوظا. كما تتمتع المملكة بوضع جيد للغاية وتتطور في مجالي التوظيف والاستقرار الاقتصادي. أكد وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط أن مجلس المناقصات والمزايدات قام بطرح وترسية 20 مناقصة تشرف عليها الوزارة خلال يوليو الماضي بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار. وأوضح الخياط أن تلك المناقصات شملت مشاريع في قطاعات الصرف الصحي أو الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء والصيانة بالوزارة، مضيفا أنه تم ترسية 10 مناقصات بقيمة 13.6 مليون دينار، كما تم طرح 10 مناقصات جديدة بقيمة تقديرية بلغت 11 مليون دينار، منها مناقصة في قطاع الطرق تمثلت في المقاولة الزمنية لتوريد المواد اللازمة لأعمال الطرق للعامين 2018 و2019. والآن نتوقف مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث تقدم مؤشر البحرين العام في إغلاقه اليوم ليقفل عند مستوى 1343 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.16%، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,815,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 345,000 دينار تم تنفيذها من خلال 50 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات بنسبة 38% من التداولات. ننتقل الآن إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية التي شهدت بعض التباطؤ في نشاطها قبل عطلة عيد الأضحى الأسبوع القادم، حيث ستغلق الأسواق فيها وأيضا بسبب المخاوف حول الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات في الوقت الراهن. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت منخفضة بنسبة تقارب نصف النقطة المئوية مغلقة عند مستوى 7852 نقطة، متأثرة بانخفاض غالبية مؤشرات البورصة السعودية وعلى رأسهم القطاع المالي. نتحول لمؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.11% مقفلة عند مستوى 5372 نقطة بتأثير سلبي من انخفاض أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية التي شهدت ارتفاعا في إغلاق اليوم، كان الأكبر في تداولات البورصات الخليجية بنسبة 1.16% مقفلة عند مستوى 4886 نقطة، وذلك بفضل أرباح أسهم قيادية في قطاع البنوك وأيضا الاتصالات. فيما قبل سوق دبي المالي بتراجع بنسبة تقارب 18 نقطة مئوية عند مستوى 2817 نقطة بتأثير من انخفاض أغلب مؤشرات البورصة وأيضا بضغط خسائر أسهم الشركات العقارية. سوق مسقط الأوراق المالية أغلق مرتفعا اليوم بنسبة 0.37% مقفلا عند مستوى 4300
89 نقطة بدعم من تقدم كافة مؤشرات البورصة العمانية بقيادة مؤشر قطاع الصناعة. هذا وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن منح بنك سيكو ترخيصا لمزاولة نشاط صانع سوق لتكون أول صانع سوق مقره خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وخامس صانع سوق مسجل في سوق أبوظبي. وتتخذ سيكو البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق وأيضا الخدمات المصرفية الاستثمارية، تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، كما تعد صانع السوق الأول في بورصة البحرين منذ عام 1995. من جانبه قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال احتفالية قرع جرس التداول في السوق إن منح رخصة جديدة لمزاولة نشاط صانع السوق ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية يؤكد النجاح في رفع جاذبية السوق وتنافسيته. في السعودية يرجح أن يبلغ دخل المملكة من الرحلات السياحية المحلية والوافدة من الخارج لصيف العام الجاري أكثر من 22 مليار ريال. وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية فإنه يتوقع أن يبلغ دخل المملكة من الرحلات السياحية الوافدة فقط أكثر من 8 مليارات ريال بنمو نسبته 16% وبمتوسط إنفاق يبلغ 3700 ريال. وأشار المركز إلى أن المنطقة الشرقية جاءت الأعلى استقبالا خلال الصيف للوجهات السياحية الوافدة، تليها منطقة الرياض، وتصدرت المملكة دول الخليج في عدد السياح الوافدين، تليها دول جنوب آسيا. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل: ارتفاع الطلب العالمي على الرحلات الجوية في شهر يونيو الماضي بنسبة 7.7%. وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل باستثمارات تصل لأكثر من 139 مليون دولار ولحفر 15 بئرا جديدا. وأكد الملا عقب توقيع الاتفاقيات أن قطاع البترول مستمر في عقد المزيد من الاتفاقيات باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن الاحتمالات للاستكشاف بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة، مشيرا إلى أن المصداقية في التعامل مع الشركاء الأجانب والالتزام بالتعهدات حفز لضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج. إلى تركيا، حيث قررت السلطات فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة بحسب وكالة الأناضول التركية. وزادت تركيا الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية الصنع تتراوح ما بين السيارات إلى التبغ ومستحضرات تجميل، كما شملت القائمة منتجات البلاستيك والفحم. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة البضائع الإلكترونية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الجمعة الماضي إنه سمح بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب من تركيا مع تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي. في السياق، انخفض اليوان الصيني لأدنى مستوى في 15 شهرا خلال آخر التعاملات، حيث تجاوز الدولار مستوى 6.9 يوان، كما تراجعت البورصة في بكين خلال تعاملات اليوم. ويأتي هبوط عملة الصين نتيجة لتراجع يخيم على أداء العديد من العملات على مستوى العالم، تزامنا مع الأزمة التي تمر بها الليرة التركية والتي جذبت الطلب إلى الدولار الأمريكي على حساب باقي العملات. أوروبيا، انخفض الانتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي بأكثر من التوقعات مع تراجع أسعار السلع الرأسمالية. وكشفت بيانات صادرة عن يوروستات أن الانتاج الصناعي في منطقة اليورو تراجع بنحو 0.7% في يونيو الماضي على أساس فصلي،
مقابل نمو بنسبة 1.4% في مايو السابق له. أما على أساس سنوي فسجل الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو زيادة بنسبة 2.5%. وأوضحت البيانات أن السلع الرأسمالية كانت المساهم الرئيس في انخفاضات الإنتاج الصناعي لدى منطقة اليورو، حيث تراجعت بنسبة 2.9%. والآن نلقي نظرة سريعة على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، ارتفع الطلب العالمي على الرحلات الجوية في شهر يونيو الماضي بنسبة 7.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا لأحدث تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، سجلت جميع المناطق العالمية ارتفاعا في معدلات النمو تصدرتها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 11% في شهر يونيو بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بأكثر من 6%. وتأتي هذه الأرقام لتجسد تحولا جذريا بالمقارنة مع معدلات النمو الضعيفة نسبيا المسجلة خلال شهر مايو.